الحادي والعشرون من أكتوبر ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام الجنرال إبراهيم عبود عام 64، مناسبة لم يكن مشروعاً الاحتفاء بها في عهد النظام السابق. واليوم أغلقت الشوارع المؤدية إلى مبنى القيادة العامة بعد دعوات من مجموعات محسوبة على النظام السابق بالتوجه إلى هناك. الجماهير اتجهت صوب ساحة الحرية بحسب المسارات التي أعلنتها قوى الحرية والتغيير. نحن بنحتفل بذكرى 21 أكتوبر اللي هي صحوة للشعب السوداني الجبار، شعب الأحرار. في رخوة كده حاصلة، دايرين الناس دي تشد حبة في المحاسبة لأنه حق أخواننا اللي استشهدوا ده بدأ يروح. أنا عن نفسي وعن الشباب كده إن الزول بيطلع شارع بيجيب حقه المهضوم، بيجيب حقه الشالوم. حل حزب المؤتمر الوطني والإسراع في إنهاء الحرب في مناطق النزاعات وحل الميليشيات المحسوبة على النظام السابق هي مطالب الجماهير. حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة جميع دوره وتجميد حساباته والإسراع في محاسبة المفسدين وتقديمهم للمحاكمة العادلة واستعادة أموال الشعب المنهوبة. رئيس الوزراء حمدوك ربما أراد أن يعزز من رمزية هذه المناسبة وخرج بكلمة تحدث فيها عن عدد من الشواغل بالنسبة للشارع السوداني. بدأنا في إزالة مظاهر التمكين من مؤسسة الدولة وهيئاتها، وقمنا كذلك بتكوين لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بأحداث فضل الاعتصام والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين محيط القيادة العامة بالخرطوم والولايات. بحسب البعض فإن عودة المواكب مجددا ترسل رسائل مفادها أن الشارع سيبقى حارسا لمكتسبات ثورته رقيبا على أداء الحكومة التي جاءت بها ثورة ديسمبر. محمد عثمان، العربية، الخرطوم.